السلام عليكم. مجلس الشيوخ الأمريكي بدأ بالضغط وبالتحرك بشكل كبير ضد بايدن ولقطع الطريق على بايدن في المفاوضات النووية الإيرانية من أجل أن لا يرفع العقوبات على إيران كما هو يريد، وكذلك من أجل الضغط على الميليشيات الموالية لإيران وأذرع إيران في المنطقة بشكل أكبر. وهذه كلها طبعا اللي يقودها القضية هو هذا الرجل السيناتور الجمهوري من ولاية تنسي الأمريكية بيل هاجرتي. هذا الرجل لديه مشروع قانون قدمه من شهر 2 عام 2021، وهذا المشروع اللي قدمه إلى مجلس الشيوخ الأمريكي هو يريد مجلس الشيوخ أن يصوت على هذا المشروع المهم بالنسبة إليه. لماذا؟ لأن هذا المشروع يرفع الحرية من جو بايدن. جو بايدن الآن يمتلك الحرية من أجل أن يتفاوض مع إيران ويرفع العقوبات بحسب الاتفاق مثل ما يريد من دون العودة إلى أي أحد. هذا المشروع ينهي هذه القضية وينهي طبيعة الحرية التي يتمتعها جو بايدن في هذا الأمر. فبالتالي وباختصار أنه إذا اتفق مع إيران على رفع عددا من العقوبات فعليه التوجه والذهاب إلى مجلس الشيوخ الأمريكي وطلب الموافقة من عندهم، والموافقة لا تأتي بالأغلبية، يعني ما تجي 51-49، لأن هنالك 100 نائب في مجلس الشيوخ الأمريكي، وهو محتاج في قضايا المعاهدات تحديدا في مجلس الشيوخ الأمريكي لازم ثلثي المجلس يصوتون من أجل أن تتم الموافقة على هذا الموضوع. أي بما معنى أنه 67 من النواب لازم يصوتون حتى تتم الموافقة على ما سيتفق عليه مع إيران في طبيعة رفع العقوبات. والنقطة الأساسية والقوية بالنسبة لبيل هاجرتي هي ليس هذا المشروع فحسب، بل أنه ضمن ويوم أمس صرح بهذا الموضوع وأكد بأن هنالك 34 نائبا هو ضمنهم في مجلس الشيوخ الأمريكي بأنهم سيصوتون ضد الثلثين، وهذا معناته بأنه سيقطع الطريق على جو بايدن في الكثير من التفاصيل، وأنه يريدون هم كجمهوريين رغم أن هم لا يمتلكون هذه الأغلبية إلا أنهم سيكونون صوتا قويا موجودا في هذه القضية. وكذلك هو نوعا ما لمح إذا لم تصوتوا على هذا المشروع فإن أي رئيس للولايات المتحدة الأمريكية قادم من الحزب الجمهوري بدلا من جو بايدن سيقضي على كل الاتفاق الذي سيحققه جو بايدن. جو بايدن ما يقدر يضمن قضية أن الرئيس القادم لن ينسحب أو غيرها، وهذا واحدة من الشروط الإيرانية الموجودة في المفاوضات النووية. وليس هذا فحسب، أن الحزب الجمهوري أيضا في نفس الوقت 20 من عدهم 20 نائب من الحزب الجمهوري أرسلوا رسالة إلى البيت الأبيض وإلى جو بايدن وأبلغوا لجو بايدن بأن هنالك عقوبات على إيران فرضت من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وأنت متساهل فيها، أنت لا تنفذها نهائيا، ودعونا نرى طبيعة النص وجزء من النص الذي أرسل إلى جو بايدن في هذا الأساس وفي هذا الصدد. على الرغم من أن الكثير من العقوبات التي فرضها الرئيس ترامب لا تزال موجودة تقنيا فإن إدارتك فشلت عن قصد في فرض هذه العقوبات على إيران ووكلائها. وجزء من هذه السياسات التي وجدناها هي قضية الحوثيين بأن بايدن رفعهم من قوائم الإرهاب الأمريكية، وإيران لم تأخذ هذا الأمر كتعاون من إدارة بايدن، لا أبدا، بل هم قاموا بتشجيع أذرعهم اللي موجودة في المنطقة في مواجهة القواعد وضرب القواعد الأمريكية على المستوى العراقي على المستوى السوري، آخرها كانت قاعدة التنف التي ضربت بهذا الشكل. وبالتالي هذه السياسة هم يرون من وجهة نظرهم الحزب الجمهوري بأنها لم تأتي بالطريق الصحيح، فبدأوا يضغطون على بايدن بشكل أكبر. وعلينا أن لا نستهين أبداً بتحركات الحزب الجمهوري الأمريكي في الكونغرس الأمريكي، على الرغم أن هم ما مسيطرين فعلا على الكونغرس الأمريكي ولا يمتلكون الأغلبية لا في مجلس النواب الأمريكي ولا في مجلس الشيوخ على مستوى الكونغرس ولا حتى الرئاسة كما هو واضح. جو بايدن هو ديمقراطي، إلا أن الجمهوري لديهم فرصة كبيرة لتحقيق الكثير والكثير على مستوى مجلس النواب الأمريكي وحتى على الرئاسة الأمريكية في عام 2024. والسبب هي الكورونا فيروس ومتحوراته. الكورونا فيروس تضرب بقوة الآن العالم، هي نفس السبب التي أدت والذي أدى طبعا إلى خسارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وخسر بسبب الكورونا فيروس. الآن المتحورات تضرب الديمقراطيين وتضرب جو بايدن بقوة، ولنا في الأوميكرون هذا المتحور سببا لهذه القضية بكل تأكيد. بدأت تضرب بقوة، بدأت تزداد الإصابات بشكل كبير وبدأت تتأثر على جو بايدن على مستوى عالي. لماذا؟ لأن جو بايدن أصلا فاز على
أساس الالتزامات والوعود اللي قدمها في عملية القضاء على الكورونا فيروس. والتوب 5 بروميسز بالنسبة لجو بايدن، أول وأهم وعد هو هذا الوعد الذي ترونه أمامكم، اللي هو الالتزام في قضية الكمامات واللقاحات، وقال بأنني لن أستسلم ولن أرفع العلم الأبيض إلا وسأقضي على الكورونا فيروس نهائيا. وفعلا أنه هو أول ما أجا وصار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، من أول يوم تمكن من خلال الكمامات والالتزام باللقاحات وغيرها من هذه الأمور أن يصل إلى هذه النقطة. إلى شهر 6 الذي ترونه هنا، في شهر 5 وفي شهر 6 الإصابات انخفضت في الولايات المتحدة الأمريكية، وصلت إلى 14,000 أو 15,000 إصابة في اليوم. هذه تعتبر نسبة ممتازة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والعدد السكاني اللي عندهم، ولكن سرعان ما جاء وجاء متحور دلتا في شهر 8 ورفع الإصابات بهذا الشكل، وبعدها عادت وانخفضت، وإجا الآن الأوميكرون ليرفع الإصابات. الآن أكثر من 100,000 إصابة في الداخل الأمريكي، وهذه طبعا تعتبر فتكارثة كبيرة أنه الوعد ما راح يقدر ينفذه وهو ممثل الحزب الديمقراطي أمام الشعب الأمريكي، وهذه طبعا ضربة كبيرة جدا. وكذلك الضربة الأكبر في هذا الموضوع أن هنالك ولايات تابعة لهم هم الديمقراطيين بها التزامات وبها تجديد كبير جدا. نتحدث هنا عن هذه الولاية: واشنطن، أوريغون، كاليفورنيا، نيفادا، وكذلك نيو مكسيكو، ولدينا إلينوي، وكذلك نيويورك، وهنا ولاية اسمها كنارتكت، وكذلك هاواي. هذه الولايات كلها إلزامي أن تلبس الكمامات فيها، ما عدا بعض الاستثناءات على مستوى كاليفورنيا ونيفادا وكذلك نيويورك وكنارتكت. هذه فيها إذا كنت ملقحا، وفي عدد من على سبيل المثال عدد من المقاطعات هنالك استثناءات ممكن أن تنزع الكمامة، ولكن عندما نتحدث عن واشنطن، أوريغون، نيو مكسيكو، إلينوي، هذه إلزامي أنك تلبس، وحتى هاواي إلزامي أن تلبس الكمامة وأن تكون ملقحا بجميع جرعات اللقاح حتى تمشي أمورك في هذه الولايات. تجديد كبير جدا، ولكن الناس اللي موجودين في هذه الولايات اللي هي ولايات ديمقراطية صوتوا إلى هيلاري كلينتون، صوتوا إلى جو بايدن ضد دونالد ترامب، الآن بدأوا يشعرون بالاستياء والانزعاج من طبيعة الوعود التي لم تنفذ من جو بايدن ومن الديمقراطيين في هذه القضية. لذلك هذه الولايات ممكن أن تنقلب بسرعة على مستوى انتخابات مجلس النواب الأمريكي في نهاية العام القادم عام 2022، وكذلك إذا ما استمرت المتحورات بالضرب بقوة ممكن أن يخسر جو بايدن الانتخابات مباشرة، والناس لم يعد ولن يعد لديهم سبب للتصويت. يعني إذا سمعوا مرة ثانية الديمقراطيين يتحدثون عن طبيعة أنه راح يقدمون لقاحات ويقدمون حلول للكورونا، لن يستمعوا إليهم، لأن هذه التجربة كفيلة في عملية خسارة الديمقراطيين وخسارة جو بايدن إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه. وبالتالي هذه القضية هي التي جعلت جو بايدن والشعب الأمريكي لا يصادق بهذا الشكل. هنا طبعا طبيعة المصادقة الشعب الأمريكي على أداء جو بايدن، شوف بدأت من 69% من أول يوم إلى في البيت الأبيض انخفضت إلى هذه الدرجة، وصلت إلى 48%، وعدم المصادقة للشعب الأمريكي في أداء بايدن في قضية الكورونا فيروس الآن صارت 46.4%، فرق 1.6% فقط، وعملية عدم المصادقة ستتعدى مصادقة الشعب الأمريكي ورغبتهم بأنه بايدن فعلا هو الذي يقوم بهذا الأمر، وهذا يفسر تماما عملية عدم المصادقة من الشعب الأمريكي على كل القضايا. لأن الكورونا ضربت الاقتصاد بشكل كبير، أدت إلى العديد من الأضرار، بالتالي نلاحظ عدم مصادقة الشعب الأمريكي على جو بايدن إلى يوم أمس وصلت إلى 51.3%، أعلى من الأبروف ريت اللي هي مصادقة الشعب الأمريكي، وبالتالي هو تأثر بشكل كبير للغاية، وهذه تفتح الباب للجمهورين هنا أن يسيطروا على مجلس النواب، أن تكون لهم فرصة في رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية كبيرة للغاية لنفس الأسباب اللي خسر بها دونالد ترامب. الآن هم سيستغلونها بهذا الشكل، وبالتالي يحققون اللي يريدون ضد إيران وضد ميليشيا في المنطقة، وينهون أي اتفاق ممكن أن يوصل لبايدن. ولكن في نفس الوقت هنالك وجهة نظر مختلفة، توماس فريدمان أحد أهم الباحثين الأمريكيين والكاتبين على مستوى نيويورك تايمز، هو كتب في نيويورك تايمز يوم أمس وقال بأن هذا كل خطأ دونالد ترامب، دونالد ترامب هو انسحب ودخلنا بهذه مشكلة المفاوضات النووية وجعل هذه المفاوضات النووية الآن التي تجري مع إيران وكأنها لعبة بوكر، وكأنهم يلعبون البوكر وأنها عملية مراهنة وتحاول ألا تبين وتخادع
تسوي بلاف على اللاعب الآخر وتحاول أن لا تظهر مكامن الضعف التي أنت بها حتى لو كنت أنت ضعيف، وبالتالي أصبح الموقف صعب للغاية. وبغض النظر عن طبيعة وجهات النظر يمينا أو شمالا في هذه القضية، إلا أن الفورن أفيرز اليوم تحدثت عن موضوع الشرق الأوسط تحديدا وهذه التحديات، وأكدت بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي لن تنسحب من الشرق الأوسط، ولكن هي بحاجة إلى استراتيجية جديدة. وبالتالي السؤال الأهم هنا حول هذه القضية، كيف ممكن أن تتأثر هذه المفاوضات النووية في ظل ضغط الحزب الجمهوري العالي، وكيف ستتغير الأمور، وكيف ستؤثر أيضا على الأذرع الإيرانية الموجودة على مستوى العراق أو سوريا أو حتى على